سلام بن علي معلم تطبيق بالمدرسة 16 نهج روسيا تونس. شاركنا في هذا النموذج تويننج بلس مشروع أوليس 2014 لوديسي دو توين سبيس. المشروع هذا المنتوج نتاعو الأخير هو كتاب إلكتروني على الإنترنت أن إي بوك يتكون من 12 قصة. كل بلاد قدمت قصة، قصة تونس ومدرستنا 16 نهج روسيا كانت ليل دي لوتوفاج. لوتوفاج نسبة لجزيرة جربة اللي تعدى منها أوليس، معروف الأسطورة اليونانية أوليس اللي اكتشف نقولوا جزيرة جربة في الأسطورة. لوتيسي النبتة هذه اللي خذها أوليس وفقد بها الذاكرة وقعد في جربة. دونك احنا نوتخ افونتور معناها المغامرات اللي حكيوها التلامذة في الغيسي هذايا سي دون ليل دو لوتوفاج. بون كان مشروع تشاركي وكان تجربة حلوة برشا، خاصة الامباكت على التلامذة كانوا ياسر متحمسين وعطاو كل ما عندهم، خاصة بالفيزيو كونفيرونس في المحادثات عن بعد. عملنا برشا فيزيو كونفيرونس طوال السنة الدراسية، تقريبا 10 محادثات فيديو عن بعد مع اليونان مع إيطاليا مع فرنسا. التلامذة كانوا متحمسين برشا، لكن مالغري سا لقينا صعوبات في جيستيون دو تان، تنظيم الوقت، تضارب في العطل. ساعات تبدا عندي فيزيو كونفيرونس وما نجمش نحضر فيها، نكون هنا في عطله انا والتلامذه. هذه من الصعوبات اللي لقيناها، وشويه في ليكيبمون والدي بي انترنت. بالنسبه لي للمحادثات قمت بها بوسائلي الخاصه بالبي سي بورتابل نتاعي، خاطر الكونيكسيون في المدرسه ما تمكنيش باش نعمل محادثه فيديو، لا سكايب لا هانج اوت لا اي بلاتفورم دو ميتينغ. دونك هذه ناكدوا على اللي نحبوا نقويوا الدي بي الانترنت في مدارسنا باش نواكبوا المشروع هذا على احسن وجه. وشكرا. عبد الرحمن العبيدي، معلم تعليم ابتدائي بمدرسة حي الزهور السادس من ولاية الكاف. انخرطنا في المشروع منذ هذه السنة الثانية نتاعنا في مشروع التوينينغ هذا. الحقيقة الفائدة كانت متميزة، إذا كان ما نقولوش متميزة جدا، لأنه الانخراط التلامذة هو اللي الانخراط الباهي للتلامذة هو اللي شجعنا باش نتواصلوا مشاريعنا. تقريبا 5 مشاريع معناها قمنا بها في المدرسة مع مجموعة من الزملاء، زاد ما خدمتش المشاريع وحدي، معناها كل زميل عنده مشروع وحده. المشروع اللي توج هذا اللي تحصل على المرتبة الثالثة على الأقل أثناء لارموني دو لا فامي لارموني دو لا ناتور، فيه انخرطت فيه تقريبا 64 مدرسة من الاتحاد الأوروبي. المشروع كان الزميلة اللي قدمته كانت من رومانيا تتكلم الفرنسية. الباهي كون وصلنا باش نتواصلوا حتى بالعربية. التواصل اللي صار بين التلامذة، دخلنا معناها احنا خذينا الارموني دو لا فامي مثلا، خذينا العادات والتقاليد تقريبا من نتاع العائلة التونسية، العائلة الرومانية، العائلة التركية، العائلة الاسبانيورية الى اخره، بتصاوروا بالفيديو. ركزنا على فيزيو كونفيرونس تقريبا مع كسوة مع المدارس هذوما ولا مع مدارس اخرى من ايطاليا مثلا اللي تقريبا اكثر مدرسة. خدمنا الجانب التراثي في التربية الموسيقية، خدمنا على الموسيقى، خدمنا على الموسيقى التراثية نتاعنا. والدليل عندي تلميذة معناها جابت آلتها معناها خدمت برشا دي فيزيو كونفيرونس مع صغار اخرين، تبادلوا معناها شويه موسيقى. كذلك المدرسه الايطاليه فيها وليدات توانسه، وليدات جزيريه، وليدات مغاربه، تقريبا صارت الفيزيو كونفيرونس مع بعضهم، معناها تحدثوا مع بعضهم بكدا. المهم معناها التلامذة انخراطهم كان جيد جدا، توج بشجره العائله لكل مدرسه. أحمد نابلي، مدرسة الروابي ببن زرت. مشروعنا شراكة مع مدارس أوروبية يس 2.0 يانج يوروبيان سبيك، هو يعني الشباب الأوروبي يتحدث. والخصوصية متى مشروعنا هذا أن نحن الوحيدين من تونس اللي في شراكة مع 35 مدرسة أوروبية، ويقضي المشروع أن نتعامل بالويب 2 المتطور بالفيديو والملفات الصوتية فقط، يعني ما فماش عروض، ما فماش يعني كتابات خطية، ما فماش يعني صور، فما كان الفيديو تلامذة يتعاملوا مع بعضهم بالفيديو وبالملفات الصوتية، وخاصة ركزوا على الويب 2 كما قلت لك.
كان مشروعنا في الحقيقة ناجح على مدة 9 أشهر من بداية السنة إلى نهاية السنة، وكنا يعني من المتميزين في المشروع ذايا اللي خلى أن المسؤول عن المشروع مدام سالي أوست من مدرسة نيلسون مانديلا بألمانيا تقترحنا لمشروع جديد في نهاية السنة اللي هو يحكي على الفالور ويحكي على الحكم ويحكي على الحكمة وعلى السلوك الحضاري عند التلاميذ، ومشروع ممتاز قمنا به أيضا في نهاية السنة في ماي وفي إجوان. نرجع مشروع ياس 2.0 يانج يوروبين سبيك، هناك عدة مجالات دي تام اللي تحدثنا فيهم واللي تناولناهم: الانفيرونمون، البيئة، الحياة المدرسية، العائلة، السلوك الحضاري، كل ما يهم حياة الطفل تحدثنا فيها وأبرزناها، وعرفنا بتونس، عرفنا بالتقاليد وبالسياحة التونسية والأماكن التونسية، وتخاطبنا معهم باللغة الفرنسية يعني بشكل ممتاز. حققنا جميع أهدافنا سيرتو مهارات القرن 21 من تعاون واتصال عن بعد واكتساب المعارف بالتعلم. فما بعض صعوبات، خاصة الصعوبات من ناحية اللغة. أنا تلمثت سنة سادسة ابتدائي يعني ما يتقنوش اللغة الإنجليزية، لقينا بعض الصعوبات، استعملنا يعني بعض أدوات الترجمة، ولكن استعنا بالأساس مع زملائي وزميلاتي في المدرسة لتذليل الصعوبات هذه في اللغة الإنجليزية، وتعديت يعني الأمور هذه بالكده وتغلبنا على المشاكل هذه. هناك بعض المشاكل الأخرى التقنية واللوجستية مثل الكاميرا، الأدوات، يعني تدفق الانترنت، خاطر كي نخدموا على الويب 2 لازم تسجيل صوتي وتسجيل كاميرا يكون يعني تدفق ممتاز اللي باش يخلينا نحقق يعني مهاراتنا ويخلينا نحقق اهداف العمل نتاعنا اللي باش التلامذه يضعوه في التوين سبيس. فريمون كانت يعني تجربه ممتازه جدا، واحنا قاعدين نخطوا المستقبل يعني بالنسبه للسنه الدراسيه المقبله باش نقوموا احنا بفكره مشروع ونحطوها في التوين سبيس، ونطلبوا من المدارس الأوروبية هما يدخلوا في شراكة معنا في المشروع هذا، يعني الفكرة بتكون نابعة من عنا. هذا هو يعني الشيء الجديد بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة بإذن الله. المعهد الثانوي بغرامبيليا ولاية نابل. نوتخ بروجي اللي شاركنا به في اتوينينغ هو ديكريفي نو فوتخ برينتون. الحقيقة بالنسبة لي البروجي هذي كان موتيفاسيون للتلامذة، فما برشا تلامذة حبوا يشاركوا وخدموا وفاجئوني بالخدمة متاعهم، خاطر عملوا حاجات أنا ما كنتش نتوقع أنهم ينجموا يعملوها، ما حسيتهم بارفوا دي زارتيست، فهمت، عملوا كليب وكتبوا البوام وعملوا الكليب وصوروه دونك بالنسبة لي اللغة استعملوا اللونغ سواء إكريت أو أورال، استعملوا لي نوفيل تكنولوجي والكوميونيكاسيون ما بيناتهم وافيك لي زوتر بارتنير ان اوروب اكسيتيرا كانت بارفيت الحقيقه. عسلامة، اسمي كرم الحاجي، اون اليف دون ليسي دو غرامبيليا. الاسم بروجي دي خيفينو فوتر برينتون. بون واجهنا شويه ديفيكولتي، ممكن كانت اهمها الوقت، خاطر الوقت صغير وجينا في اخر العام. كاو معناها اما الكوميونيكاسيون سافا ولونغ براكتيسي لونغ صافا، معناها جوست على الوقت والبارتنير اللي من الخارج معناها كانوا في فاكونس. كهو عسلامة، اسمي فتحي عطية، نقرا في الليسي سكوندير دو غرامبيليا. البروجي نتاعنا سي ديكريفي نو فوتر برينتون. واجهنا صعوبات، لي فاكونس معناها لي بارتنير اللي معانا كانوا في فاكونس وقت اللي احنا كنا او ميم طون دي دوفوار ونخدموا في البروجي هذايا، معناها ضغط معناها منا دوفوار وبروجي، اما الحمد لله معناها خدمنا بالكدا ونجحنا. مرسي. اي بتبيعه ترافاي اون جروب، تعلمنا معناها كيفاش نحترموا الوقت، كيفاش نستعملوا ديجا الموفي ميكر، الانترنت، برشا حاجات جدد، وكيفاش نحكيوا معناها مع بعضنا، وتعرفنا على اصحاب جدد زاد البر، وان شاء الله تدوم الصديقه نتاعنا. مرسي.
اي بتبيع لي موفي ميكر الانترنت باور بوينت كيفاش نستعملوا حتى ميم لي كاميرا كيفاش نخدموا معناها على سور اورديناتور كيفاش نبعثوا لبعضنا كيفاش نبعثوا لبرا معناها سور انترنت وميم دي لانغ معناها فما تلمذا خدموا اسبانيول انجلي فرونسي وبرشا حاجات اخرين. الاسم مسلمي شكري، استاذ اول في ماده علوم الحياه والارض، درس بمعهد خميس الحجري بالاداره الجهويه للتعليم بجندوبه. مشروعنا يتمثل في التوأمة الرقميه هذه اللي هي تهدف اساسا لتعلم مدى الحياه وتحسين المنظومه التربويه والرقي بها حسب ما يوافق تلميذ رقم القرن 21. المشروع نتاعنا يتمثل في عنوانه learning apart together، apprenons ensemble mais séparément، نتعلم مع بعض. المشروع هذا هو في حقيقة الأمر فيه أنشطة متعددة. الأنشطة نحدوها نحن مع شركائنا الأوروبيين حسب المدة الزمنية، حسب الظواهر اللي نعيشوها في خلال السنة. مثلا يجي مثلا احتفال بعيد شجرة، نعمل اكتيفيتي، يجي معناها مكافحة الصداع. المشاريع والمواضيع تحدد، هو عادة المشروع عنده بلانيفيكاسيون وعنده برمجة طوال سنة دراسية، ويمكن دوم أكثر من سنة دراسية. لكن المشروع نتاعنا نحن يحددوه تلامذتنا وشركائنا حسب ما يوافق برامجنا وبرامجهم، سموه نحن القاسم المشترك. رغم الاختلافات في المناهج التربية والاختلافات في عاداتنا وتقاليدنا، عندنا ديما قاسم مشترك، خاصة في البيولوجيا، في الإنسانية، في العمل التشاركي، في المحافظة على الأرض اللي نعيشوا عليها الكل. حتى لو كان تقسمنا تقاسيم معناها وضعها الإنسان بلدان وقارات، أما ديما ثم قاسم مشترك بيناتنا، هو خاصة هم بلداننا وجيراننا في بلدان الاتحاد الأوروبي. عندنا في الجيولوجي نحن نسموه البصمة الديترانية، ما فماش. وعملنا مثلا من بين الأكتيفيتي هو نوتر فلور، النباتات نتاعنا، ولوريتيليزاسيون غاسترونوميك في التغذية، كوسموتيك، ميديكال. ودايور خذنا اكتيفيتي معناها كيفاش ملي بلانت نتاعنا لقينا كيف وكيف شنو ليتيليتي غاسترونوميك باش شنو يطيبوا به هم وشنو نطيبوا به نحن. من الحدود اذا معناها هي المشروع في حد ذاته كانه قسم افتراضي، ان كلاس فيرتويال اون بي كوميونيكي بار دي فيديو كونفيرونس مالغري نو ديفيرونس ومالغري لا ديستانس كي نو سيبار، مي غراس او زوتي دو تكنولوجي كون بي اوبروي كوريكتومون. On peut faire des vidéos de conférences, des Skype, d'autres outils free, Google Hangout. Ainsi, il peut diriger un projet, confiance en soi, la valorisation du travail des autres. Il قيم عمل الإنسان الآخر مهما كان بسيط. يتقبل الآخر باختلافاته العقائدية والدينية والعلمية. لكن عندنا ديما قاسم مشترك والإنسانية اللي نحافظوا عليها ديما. والبرنامج هذا هو برنامج راهنا معناها إنساني أكثر منه يكون علمي، وإلا باش نخرجوا أن سيتويان، أن فري سيتويان، قادر يعيش في أي رقعة من الأرض نتاعنا. أنا مريم حناشي، نقرأ في خميس الحجري، ثالثة أني سيونس عام جي باك، والبروجي اسمه Learning Apart Together. Les difficultés, on a des obstacles bien sûr, comme un projet. Le local, on a nettoyé la bibliothèque du lycée, et après un bac blanc, un bac principal, on a nettoyé la loge. À part ça, on a d'autres difficultés qui font. مثلا عملنا دي باج دي تي شيرت عملناهم احنا وكل شيء اي فوالا لي باج لي تي شيرت عملناهم احنا اي عاونونا معناها اي اما نحن 10 في الجروب معناها عاونونا لي بروف وفما دوتر بروف معانا ومدير زاد نتاع الليسي عاوننا
اسمي أمامة الدالي نقرأ في ليسي خميس الحجري. البروجي نتاعنا اسمه Learning Apart Together باش نحكيو مع جماعة من الأوروب ونتبادلوا الثقافات والمعلومات. لقيناهم ياسر متفاهمين وحتى لو كان ما تجمعناش لغة واحدة نجمنا نتكلموا باللانجلي وعملنا دي فيديو دو كونفيرونس وانا بريباري دي بلا برينسيبال متاعنا احنا وعجبتهم وهما زادا بعثونا الماكلة متاعهم ورحبوا بينا بطريقة باهية. ما لقيناش برشا فرق ما بيناتنا يعني كل لي جون حسيتنا كيف كيف معناها النيفو نتاعنا في توسكي تكنيك و المستوى نتاعنا متقارب العلمي متقارب جدا وحتى في اللغه الانجليزيه متقارب جدا ما حكينا مع دي بولوني دي زالمان والكل حكينا باللونجلي ما حسيناش بفرق كهو حلوة برشا التجربة خلتنا نثقوا في رواحنا أكثر ونكتشفوا في رواحنا حاجات ما كناش نعرفوا صحابنا لي شاركوا هما جوست شاركوا التخافاي ايتي بيان اورغانيزي ما بيناتنا نسلكوا الخدمة بطريقة متكافئة اما جوست خاطر لازم يجيو زوز هذه القوانين بور ريبريزونتي لو بروجي j'encourage معناها tous les lycéens ou les lycéennes اللي يحبوا يشاركوا في اتوينينغ خاطر تجربة باهية برشا تضيف لهم في حياتهم اول حاجة الاجتماعية وتضيف لهم زادة معلومات يستحقوها في قرايتهم وفي ثقافتهم. قدم نفسي مدام سميرة باروني بروفيسور دو فيزيك في معهد منوبة استاذ فيزياء دونك خدمت استعملت الكيمياء كل ما هو كيمياء في وتقاليدنا جمعت مع بعضهم قطرت الاكليل استعملت الاكليل كوم بارفان باش خدمت صابون بيو صابون ما فيه حتى شيء كومون ديراج صابون طبيعي هنا دونك هذه تجربتي خدمنا مع التلامذه فرحين برشا بالبروجي ويزيتي تري انتريسي بون المشكله اللي قابلتنا في الكام تاعنا الوقت في جمعه في اسبوع كها وخدمناها. الحاجه الثانيه مالوغوزمون وبكل معناها الم نقولوها في ليسينا ما كانش موجود الانترنت ولحد الان نلقاو صعوبات ركبناها وي بون حاجات ممكن في تقول كاين جايين منين لكن فريمون شيء معناها نقولها بكل ماساه هذيك زادت نقصت لنا معناها من السرعه نتاع الخدمه ومن ان شاء الله في البروجي جايين تكون الانترنت موجوده ويكون الوقت اكثر وان شاء الله ربي يوفقنا. تلمذات كاين والله واحد عليهم معناها كيما المثل العربي اللي سمع فزع واللي قطر عقله العبيد الكل جاونا وحبوا يخدموا معنا نحييهم وان شاء الله معناها المسيره تستمر. ميرسي. اميره خزيمي prof physique chimie lycée manouba زميلتي سميره on est dans في نفس البروجي بروجي نتاعنا حاولنا انه ندمجوا البيداغوج اللي نحن في ليسين قريوها في الاشغال التطبيقيه يعني اللي نستعملوا فيها يعني مواد هكايا باغ اكزومبل الفيروري سامحني بالفرونسي دونك احنا حبينا انه دون لو كا او فما دي ليسيت ما تتوفرش عندهم هذوما لي فيروري دونك نجمو نساهموا انه ندخلوا دي شوز يعني خاطرش فما تي بي فما اشغال تطبيقيه اللي هي تعيشنا في لي تراديسيون تاعنا دونك ما نبقاوش معرقلين بهم نجمو نجيبو حتى من ديارنا هذوما لي كيما ديستيلاسيون اللي هي عمليه تقطير عندنا المقطر نتاعنا التقليدي دونك نجمو نوظفوه في الاشغال التطبيقيه نتاعنا واحنا وظفناها ولازالوا فهموا انه مش كل شيء يعني يكون بالليفري ابار انهم بيان سور لازم يعرفوا لي ماتيريال دونك سي بوسيبل انه زاد بالعمليه التقطيب بالحاجات هذوما التقليديه نجموا يستعملوها في الدار سواء زاد في لابو سورتو
زيد انطلاق من هذاك زيد ربطنا أن نجمو نواصلو باك التقطيع هذاك نزيدو نعطيو دوطخ برودوي كيما عملنا عملية تكوين الصابون. دونك هذايا وكلو على يعني كلو أباز ناتشورال دونك بيو. من ناحية الصعوبات تلاقينا صعوبات خاطر شي جينا خدمنا في فترة وين التلامذة يعديو لي زيكزامان دونك تعرف انو الماتيني كلها اكزامان تبقى العشية كلها خدمة على البروجي هذايا التلامذة حارسين بالكدا عجبتهم الفكرة عجبتهم فكرة المشروع دونك ساهموا مع بعضهم كيك سوا من نيفو بروميي اني دوزيام اني تروازيام اني ويبقى توجور كيما ذكرت زميلتي الكونيكسيون لا كونيكسيون الانترنت هذوما بلاتفورم وي كان الوقت على الاخر قصير برشا وفي كو ديلي نتاع الكونكور دونك لازم نحترموه دونك ضغطنا على روحنا برشا دونك فوالا ضغطنا formation كيفية وكل شيء كيف لكن لو طون الوقت دونك انا دوني اعطينا الكل في الكل اور كو لو طون كان شويه دونك فوالا تو سامبلومون ميرسي مدام نورشين البيجي معهد منوبه استاذ تاريخ وجغرافيا كان عندنا الحظ في المعهد نتاعنا باش نشاركوا في التوينينغ بفضل مشاركات سابقه قامت بها زميلتنا مدام جليله وبيان سور بيسك اللي سنحط لنا الفرصه هذيا حابين باش نقدموا كل ما عندنا رغم اللي كان الوقت ضيق انا بالنسبه لي انا بديت الخدمه مع تلامذتي في اطار نادي نتاع التاريخ مرتبط بالبروغرام نتاعهم بالبرنامج نتاعهم نتاع التاريخ جمعت التلامذه نتاع السنه الاولى ثانوي وهو يخص كارتاج في الثلاثي الاول وقيت فما رغبة من تلامذتي باش يقوموا بنشاط مرتبط بهالتيم هذايا وبيسكلي وبما أن انخرطنا في المشاريع متاع التوينينغ جاتنا فكرة مشتركة تضم نشاط يخص المواطنة نشاط يخص الكيمياء وزيد مع نشاط يخص التاريخ وهما حول كارتاج بيان سور قسمنا المشروع لثلاثة مشاريع صغرى كان المشروع متاع مدام جليلة ومدام أميرة ومدموزيل أميرة مشروع مدام سميرة والمشروع متاع اللي هو فيفون افيك نو زونسيتر نعيد العيش مع قدمائنا القرطاجين بيان سور وكانوا تلامذة بيان سور يخدموا في إطار نادي وخليت المجال لتلامذتي باش يختاروا شنو النتيجه نتاع المشروع واختاروا انهم يبنيوا سفينه قرطاجيه لان كنت ديما نحكي لهم على السفن القرطاجيه وكانوا السفن يعني مبتكره وكانوا قرطاجيين اول قدماء بيان سور بعد الفينيقيين اول قدماء اللي اخترعوا طريقه مبتكره في صناعه السفن وهي انهم يرقموا الاجزاء نتاع السفينه ومن بعديك يعاودوا يبنيوها يعني كانت لا ترافاي لا شين اول ناس خدمت بترافاي لا شين حبيت نخلي تلامذتي يختاروا بيان سور ما كانش ممكن مع الوقت ان نوفروا المواد الكل ف معناها استعملنا حتى الفروع نتاع الشجر اللي عندنا في الليسي الكارتون المواد يعني جيني تلميذ جيب لي مادة معاش كان مرة تجي وتشوفونا غادي عنا في الليسي مادة هو اللي عملها تخلي الكارتون يولي سوليت فعملناها وكانت يعني ظروف قاسية شوية مع غياب الانترنت كما قالوا لكن بمجهود التلامذة خاصة يعني احنا بصراحة نحب نقول من هوني انه تلامذتنا هم اللي شجعونا لندتنا كانوا أشجع منا وكانوا هما اللي يجيو كانوا بلوز انجاجي كو نو وانا نشكرهم فريمون نشكرهم برشا فينالمون عملنا البرودوي هذايا وان شاء الله يكون يعني الاول المشاريع مش اخر المشاريع ونشكر جماعه الكل اللي شجعونا ميرسي بوكو ما يسبريش نقرا في معهد منوبه
البروجي نتاعنا كان انه نلموا الاوراق نتاع اللي موجودين في الليسي كل نصنعوا بهم العلم نتاعنا وان بلوس باش نوريو حتى العباد في العالم انه فما برشا بلايص سياحيه في بلادنا واللي حتى معناها بعد الريفولوشن اللي صارت في بلادنا اللي احنا مازلنا عايشين لاباس وكنا مع بعضنا وان بلوس حتى لي ريليجيون نتاع معناها مسيحي ولا يهودي كنا معناها مع بعضنا بالنسبه للعمل نتاعنا قسمناه فما شكون لموا الاوراق فما شكون حطهم في الماء باش يتعاملوا في الماء فما شكون المواد اللي عملناهم كلها جبناهم احنا فما اللي من الدار فما اللي شريناهم احنا الالوان واللصق وكل التلامذه اللي مشاركوش معانا كلهم كل ما يشوفونا بخاطر البريود اللي جيت فيها الخدمه جيت في بريود ليزيكزامان بعد ما نكملوا ليزيكزامان طول نمشيو باش نكملوا خدمتنا يشوفوا فينا كيفاش نبقاو في الليسي الوقت معناه الخمسه نتاع العشيه واحد يشوفوا فينا يسالوا فينا شنو فما شنو البروجي قلنا لهم على البروجي حبوا يشاركوا معنا اما على غالب معناه سايي الجروب يبدا معبي قسمنا برشا دي جروب كل جروب تلهي بحاجه اللي سياحه وسبور وكل جروب تلهي بحاجه والبروغرام هذا يعجبني برشا دونك واحد ياخذ اكسبيريونس جديده يتعلم حاجه جديده ترافاي دو جروب برشا حاجات عايشك هي الورغي نقرا بروميير اني سكوندير في معهد منوبه البروجي نتاعنا ذي كان ريسيكلاج دو بابيي باش نصنعوا منها حاجه اللي هي الدرابو نتاعنا البروجي ذي انا من الاول قلت حاجه ما تهمنيش باش توصلنا حتى شيء من بعديك تفاجات انا كي وصلنا الريزلت في الاخر سي تعبنا خاطر جيت في بريود نتاع دوفوارات مع تسومين بلوكي دونك واحد لازم يراجع ولازم يخص الوقت الكافي للدوفوارات مي احنا حاولنا باش نكملوا معناتها البروجي نفعوا حاجه خاطر انا اول مره بصراحه نشارك في حاجات كيما هذيا معناتها ونمشي سي ما وبا قالوا شنو هي الحكايه ومش كل شيء اما قلت لهم من حكيت لهم وصدقوني معناتها قالوا لي حاجه باهيه علاش لا وتمشي وتعرف الناس وتحكي مع عباد ما تعرفهمش نورمال البروجي هذا كان حاجه باهيه استفدنا منه برشا حاجات تعرفنا برشا عباد تعلمنا برشا حاجات انه من اتفه حاجه مثل البابيين بعد ما استعملوه نورمال عباد تعيش كل شيء او احنا صنعنا به حاجه جديده معناتها عملنا الابداع بدعنا فيها اقل حاجه نبداو فيه دونك انا في الاخر نقول نقدم تحيه لمدام جليله ومدام اميره بالحق اللي هم في مقام امي نقول لهم ميرسي على الشانس هذه اللي عطيتوها لي باش انا نخرج اللي عندي معناتها لي سونتيمون كل شيء المواهب اللي عندنا واللي هم واقفين بالحق مع التلامذه اللي يخرجوهم من الاستخاص ومن كل شيء معناتها Donc, je m'appelle Maïté Debry, je suis Project Manager au sein de l'organisation European SchoolNet. Donc, c'est l'organisation qui s'occupe de la gestion centrale du programme eTwinning. Donc, c'est le bureau central de coordination qui gère tous les bureaux nationaux, y compris celui de la Tunisie. Donc, je suis très contente d'être ici à la première conférence nationale tunisienne. Donc la Tunisie, je pense que c'est un pays exemplaire dans le programme eTwinning Plus, notamment au niveau de la répartition dans les régions des écoles. Donc on remarque une participation très bien répartie au niveau du territoire dans le projet. Donc je pense que ça c'est vraiment un point fort du programme ici. L'équipe nationale aussi, le centre national qui s'occupe de la coordination, je pense que c'est un autre point fort parce qu'ils ont fait un travail très actif pour former les enseignants à participer au programme. Je pense que si on peut trouver un point un peu plus à améliorer, ce serait d'essayer d'inclure encore plus d'enseignants dans les projets eTwinning. Donc il y a un certain nombre d'enseignants. Donc là, on est dans une pilote phase, donc c'est vraiment le tout début du programme dans le pays ici. Et bien sûr, il faut réussir à motiver les enseignants. Donc je pense que le travail a été bien fait, mais peut-être qu'on pourrait encore renforcer la collaboration entre enseignants, par exemple, utiliser le noyau dur d'enseignants vraiment motivés qui sont déjà qui participent déjà dans des projets à motiver leurs collègues à participer dans des projets. Donc il y a un certain nombre de
d'enseignants tunisiens qui sont déjà sur la plateforme, mais qui ne participent pas encore à des projets. Peut-être qu'ils ont eu certaines difficultés à trouver des partenaires, par exemple. Et je pense que l'étape prochaine, ce sera vraiment d'avoir un nombre maximum d'élèves qui participent au projet. Mais à partir de l'année prochaine, donc à partir de la rentrée scolaire 2014, les enseignants eTuning Plus pourront aussi commencer des projets, donc ça les aidera peut-être à trouver des projets. Donc je m'appelle Jean-Jacques Thibault, je suis correspondant académique eTwinning sur l'académie de Versailles. L'académie de Versailles qui est la plus grosse académie de France, représentant environ 10% de la communauté scolaire française. Je représente aujourd'hui le Bureau National eTwinning français, le NSS français, et j'ai donc été invité à cette première conférence tunisienne en tant que représentant du Bureau National français. Donc j'ai eu l'occasion ce matin, dans les différents ateliers, de visionner quelques projets. Tout d'abord, je dois dire que j'ai été surpris, effectivement, d'une part par la qualité, mais aussi par l'ambition de certains projets. La majorité des enseignants qui ont monté ces projets montent des premiers projets. Et c'est vrai que pour des premiers projets, j'étais un peu surpris par la grandeur du projet, qui quelquefois dure 6 mois, voire 1 an, avec l'utilisation de nombreux outils et avec la collaboration de très nombreux partenaires européens. Donc c'est quelque chose qui est à la fois valorisant, mais qui peut être aussi un danger, une épreuve, parce que, évidemment, pour un premier projet, il vaut mieux, c'est le conseil que l'on donne quelquefois, de rester très modeste, de partir avec 3-4 partenaires et d'avoir un projet qui va durer 2-3 mois. Cela dit, bien évidemment, le fait de se greffer sur un projet déjà existant est aussi quelque part une sécurité, surtout quand on a affaire à des partenaires qui sont déjà aguerris et qui maîtrisent bien les outils e-twinning, notamment l'utilisation du TwinSpace. Voilà, donc ce que je dirais, c'est que ce que j'ai noté aussi, c'est l'engouement, la fougue des enseignants et des élèves qui sont extrêmement motivés. Et ça, c'est un point qui est vraiment positif, parce que c'est le moteur quand même qui fait avancer le projet, la motivation de l'enseignant. Et puis après, l'utilisation des outils, notamment les outils du web 2, m'a également surpris. J'ai vu de l'utilisation de la vidéo, l'utilisation de wiki, d'outils comme Padlet ou comme Voki, ou qui sont des outils que l'on trouve souvent dans les projets e-twinning, mais pas forcément pour des premiers projets. Donc voilà, moi mon sentiment, c'est une forte motivation qui fait que les enseignants n'ont pas eu peur de se lancer dans des projets conséquents qui duraient plusieurs mois et en utilisant de multiples outils. Donc bravo. Et à côté de ça, je dirais attention de ne pas prendre peut-être ça comme modèle. Il faut oser lancer peut-être des petits projets plus modestes et qui vont peut-être permettre, c'est peut-être le point faible que j'ai noté quelquefois, c'est de se décentrer et de travailler en collaboration plus forte avec son partenaire. Le danger quelquefois, c'est de rester un peu plié, replié sur soi-même, de travailler sur sa culture, sur sa manière de vivre, sur son histoire, et ensuite de proposer ce résultat au partenaire. Le bon projet e-twinning, enfin on va dire dans l'idéal, il faut essayer d'amener les élèves à vraiment collaborer. Et donc à être plusieurs à travailler sur le même thème, mais en équipe internationale. Des équipes qui vont donc amener les élèves obligatoirement à communiquer entre eux. Voilà, on va travailler sur le sport, par exemple. Eh bien, si dans la même équipe, il y a des Tunisiens, des Allemands, des Français et des Portugais, les élèves vont devoir dialoguer entre eux
pourquoi choisir telle photo, pourquoi écrire tel article. Et donc là, il y a vraiment collaboration, il y a échange. Et le danger, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire de se replier un petit peu sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire sa culture, et travailler un petit peu tout seul dans son coin. Voilà, donc c'est ce que je pourrais dire de ce que j'ai vu, mais ce n'est pas forcément représentatif. En tout cas, encore une fois, j'ai été vraiment surpris par l'engouement, la motivation des enseignants et des élèves qui ont présenté eux-mêmes leur projet et qui vraiment en tirent, à mon sens, de multiples bénéfices. La chose est claire. Et voilà, penser que eTwinning pour la Tunisie date de quelques mois, on peut dire, c'est vraiment à la fois encourageant et surprenant. Merci. Hein ? Bravo. Merci. Bravo.